السلام، مرحبا بكم في قناتي، بيانفوني سور ما شين. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم جيت نودكم كما راكم تشوفوا سي تان روبا كومبلي. اول حاجه اللي حنبدا معكم سي لا بيسكو كروفيت، ومره الجايه كل يوم نديروا حلقه على بقيه الوصفات. ايا دوكا تبعوني كوزينه باش نديروا لا بيسك نتاعنا. الوغ نبداو لا غوسيت تاعنا تاع لا بيسك تاعنا. الوغ نسحقوا القشور تاع لا كروفيت، فو كونتي واحد 200 غرام ولا 300 غرام، ماشي حاجه. بون هادو لي كروفيت تسمى نقيتهم وخليت القشور وحده هما، من بعد نسحقوه. هنا نسحقوا معنا، نقرب لكم هكذا، عندنا بصله، وعندي حبه زروديه، وعندي حبه بسباس، حبه طماطيش. هنا عندي شوفوا العواد تاع المعدنوس، عندنا حبيبه قارص، ونورمالمون عندنا حبه بواغو، ملح وفلفل اكحل. هذا مكان نبداو الوصفه تاعنا. نبداو باش نقليو. شوفوا راني حطيت الزيت هاهو، نجيبو نحطو القشور تاعنا. هادي اون بو دير الي ايكونوميك، باسكو شويه كروفيت ونديرو بها بزاف، نديرو بها اون سوب سما ريكوبيراسيون اون فادير. هنا نقعدو نخليو هذا، هي باش كل مرة نديرو هكذا هكذا. صافي تقلا، نزيدو البصل. عطيتكم البنة هنا كاع، سي لو كونسونتخي تاع البنة. الوغ قلنا عندنا à peu près 300 g de crevettes, on a pris ma carapace, on a un oignon, une tomate, brin de persil, du fenouil et de la carotte, et un poireau. On met ce passe-là. Voilà. On va les mettre. On va mettre la carotte. البسباس، نسحقو لي بغان دو بيرسيل، الفراخ، المعدنوس، بغادو، هادي نخليوها هي اللخرا، شوفو هي تتقلى، هاهي، نقصلتها شوية، دوكا راح نزيد لها أون كويغ تاع طوماط كونسونطخي، هكذا. نقليوها شويه معاهم، شوفو كلش دبال، كانت هكدا عاليه ودبالو. اي ماكله السر تاعها سير تقليها باش تجيكم بنينه. قلينا الطماطيش، وغنزيد لها الطماطيش هادي طراف طراف كيف كيف. نزيدو نقليوها شويه معاهم، خليوها تتقلى. شوفو هاي تقلينا، هذه كيما حطينا الطماطيش. دوكا نجيب الحبه تاعنا تاع القارص ونعصروها هكذا. حبيبه قارص، ما شفتو كي عصرنا الحبه هذيك تاعنا، خرجنا. دوكا نجيب الملح، ندير تاني معها شويه فلفل كحل ونمرقو بحيان يدخلو شي حاجه في الكحل. هاهي شفتو كيفاش ولات. من بعد نقولكم البنه دوماج تلحقكمش الريحه. بسم الله، جيبو ان لتر دو، بسم الله. لا تحبو ديرو بلوس ديروها، ماشي بروبلام. دوكا نخليها طيب 30 دقيقة، و بعد جي نكملو الوصفة تاعنا. شوفو اني وليت بعد ما جازو 30 دقيقة تاع بو، و ميكسي لو تو، نرحيو كلش، راك تشوفو. ومن بعد نصفيها بشوية، شوفو كترشا. هكذا غير بشويه، بعد نصفيها صح
حلو. انا ني رحيت دوك نجيب نصفيها المره الاولى ونعاود الزوجه. بسم الله حركو غير بشويه حتى يهبط كلش. حركو باش يهبط لنا كاع. انا نديرهم دو فوا، ندير هذه ما نعاودش نلعب ونعاود. شوك هاو اللي زاد كاش ما هبط لي حاجه مع التحريك تعاود تروح. انا نكمل عاود وهاني عاود شللت ونعاود نصب هنا ونعاود لا دوزيام فوا. وكاو طاح لي كاش تخش ولا هكذا نحيوه. شتو شوف نعاودو نوليو. شوفو كي بدات تغلي. نجيب لي كروفات تاوعنا دوك نرميهم. بسم الله غير شويه تعرفو ما يتاكلو 5 لي كروفات. خلي نزيد يغلي غير شويه من بعد اون فالاليي. شوفو غليت هنا اون فالاليي بلا كريم فريش. شوفو هي نورمالمون دي كريم فريش وعظمه، انا ما نحبش لي زو نديرو غير بلا كريم فريش. وانا نجي نخدم بهادي سوا لي غاتو ولا نجي نصبو بشويه هكذا. ميلونجي هذا مكان ولا سوق تاعنا واجده. بعد تشوفوها في طاولة التقديم. الوغ هاي لا سوب تاعنا بعد ما طابت. شوفوا كيفاش راهي جاتنا الله لا حميمه، راه تخي تخي بون. ما كرمينا لها هذوك لي كروفيت لداخل. ان شاء الله يا ربي الوصفه تعجبكم وتجربوها. تنسونيش دي لايك دي كومونتير، بارطاجي لا فيديو. احبكم في الله.